في حتة مهمة بالنسبة لنا، ايه بقى؟ منتخب مصر لازم يا جماعة يكون في أخصائي نفس رياضي، اخصائي نفسي رياضي رياضي. رياضي رياضي، وليس ايه أخصائي نفسي بتاع الأمراض العصبية مفهوم والكلام ده، مفهوم. رياضي. ايه اهميته؟ ده أهميته مهمة جدا، هو بيعمل بيبعد اللعيبة عن الكلام ده، بيجلس مع اللعيبة، بيعمل عملية الإبعاد، بيصلح الشخصية بتاعت اللعيبة، بيتكلم معاه، بيفضفض على مستوى العالم، على مستوى العالم. ده منتخب مصر تمام. يعني، بكلمك بأمانة، لازم النهارده لعيبة زي ديوان مثلا، عنده لعيب عنده حتة التهور أو الكلام زي ما احنا اتكلمنا دلوقتي. بس أنت دلوقتي من غير المداخلة أنا بشكرك عليها، مداخلة بتاعت عبد الرحمن. طبعا احنا أجويرو، هنرجعه اجويرو. أجويرو، اوكي تمام، احنا ماشي. رجعنا غير الراجل لحالته الطبيعيه واتدخل ومؤدب والكلام ده طبعا وبتاع، طبعا فاحنا النهارده المداخله دي عملنا حته نفسيه، صح، خلي بالك. اشتغلت على الجانب المعنوي وانا والنفسي لما مع كان اللاعب اعطانا له دافع، صغير في السن. وده اللي مظبوط. اتعاملت معاه من تاني يوم، ايوه. خدت بالك. فانت النهارده محتاج انت الموضوع ده النهارده، مثلا امام او طارق حامد او الكلام ده، هم حسوا، بس ده قرار مدرب يحترم يحترم، يحترم مقتنع بيه؟ طيب بالنسبة للقرار. يعني انت لو مكان فيتوريا يا كابتن ميم، واللعيبه مثلا ما جريتش بجديه قوي في التدريبات اللي بعد الماتش، هي برضو اتخذت، هتستبعدهم؟ هي برضو ما هي اتخذت برضو امير ان وراء ان في حاجة، بمعنى ايه يعني؟ يعني معنى ان هو مثلا الامام هو بالنسبة له طبعا في النن امبارح لما تيجي تتكلم على حاجة معينة، يعني طارق حامد انا اول واحد لعبته كورة، في سموح امال انا جايبه من طلائع الجيش والله. ب 150 الف جنيه. ب 150 ألف جنيه. يا أي نهار ابيض. أيوة كان طارق حامد جاي لي سموحة 2010 مع الكابتن محسن صالح، ولما مسكت بعده طارق حامد من النوعية اللي خلي بالك نوعية جبارة، تحدي غير عادي. لعيب قوي وعنده لا ده اصرار كان كبير. بينزل يتمرن 3 تمرينات لوحده 3 تمرينات؟ بعد غير تمريننا، لا والله بجد. وحياة ولادي، يعني تخلص التمرينه بتاعت الفرقه ويتمرن بالليل في الشقة في بيته، يتمرن في بيته. وتاني يوم الصبح ينزل مع لعيب كان لعيب مهم جدا اسمه جدوان اطرام، طبعا ده كان لعيب كويس قوي. وصمم الافوم، وصام الافوم. ياخدوا طبعا. بعضهم الصبح في نادي سموحه، تعرف نادي سموحه على كام فدان، ويقوموا ياخدوا بعضهم ويجروا في التراك ويربط الحزام عند العارضه ويتمرن، ويطلع ياخد الدش بتاعه ويجي في التمرين عادي، لاعب عادي جدا بيتمرن زي الوضع الطبيعي. عشان كده بقى طارق حامد. فطارق حامد عنده دي بصراحه، فانا حتى اما استغربت هو بقى دي بقى الحته النفسيه اللي هم بعد المباراه او الكلام ده، في برضه حته معينه المدربين برضه المعينين، وتلاحظ حته ايمن عبد العزيز لما اخذ امام، ايوه، في اللقطه اللي بعد الماتش على طول. امام كان ايمن كان بيحاول بيحاول، انما في لحظه معينه زي ما انت تشوف زي ما المدرب بيتعصب اللاعب بيتعصب،